تمام انت هتمشي بالمكس. عندنا عنوان النهارده اسمه سيستمز اوف ميجرنج انيمالز. السيستم هنا ايه؟ مفرد ولا جمع؟ جمع. يعني عندنا اكثر من واحد. عندنا نوعين، النوع القديم اللي احنا عارفينه وبنسميه ديجري ميجر خلاص سيستم، ونوع تاني جديد نيولوك اسمه ريديان ميجر سيستم. تعالوا النهارده احنا هنتكلم بالتفصيل عن ده. ده احنا عارفينه اللي هو الديجري ميجر سيستم. ديجري ميجر سيستم اللي احنا شغالين عليه من يوم ما عرفنا يعني ايه انجل ويعني ايه بروتراكتور ويعني ايه ميجر الانجل. هو يعتمد على حاجه واحده، على تقسيم السنتر الانجل. لو انت عندك سيركل وهنا في سنتر، في هنا سنتر الانجل، الميجر بتاعها قد ايه؟ ها؟ 3/6. هذا النظام يعتمد على تقسيم السنتر الانجل الى يونتس صغيره. الميجر بتاع كل انجل منهم 1 ديجري. 1 ايه؟ وبالتالي نقدر نقسم السنتر الانجل الى 3/6. من هنا نفتكر مع بعض، ال 1 ديجري كانت ايكوال 1 سكند، ايكوال 1 مينتس الاول 60 مينتس. تمام؟ وال 1 مينت ايكوال 60 سكندز. مش عايزين اكتر من كده، ممكن نقول 1 ديجري ايكوال 1 سكند، قلناها قبل كده 3/6. فمش عايزين ناخد هنا زياده عن الكلمتين دول. الكلام كله فين؟ في الريديان ميجر. وعايز تركز معايا عشان نفهم الفكره دي. ريديان ميجر سيستم. ريديان ميجر. الفكره بتاعته جت من حاجه بسيطه. تخيل كده لو انت عندك سيرف السنتر بتاعها مثلا اسمه ايه؟ رسمت كمان سيركل ليها نفس السيركل، لها نفس مين؟ نفس السنتر. تو سيركل دول بنسميهم ايه؟ كونسنتريك سيركلز. اسمهم ايه؟ كونسنتريك سيركلز. لو رسمت انجل زي دي في السيركل الكبير اسمها A N B. الانجل كان نوعها ايه من تالت احداث؟ ماشي، نوعها ايه تاني؟ كان في حاجه اسمها انسكرايب الانجل وسنتر الانجل. دي ايه بقى؟ سنتر الانجل، عشان الفيرتكس عند السنتر. الام ايه عامل انترسكشن مع السيركل الصغيرة عند بوينت هنا، هنسميها ايه داش. الام بي عامل انترسكشن مع السيركل الصغيرة عند بي داش. هنسمي ميجر السنتر الانجل دي ونرمز لها براند سي. ووجدوا ايه يا شباب؟ وجدوا ان احنا لو جبنا ريشيو بين حاجتين، ركز معايا الله يرضى عليك، بين ايه؟ حاجتين. اللينث بتاع الارك اي بي، لينث اوف ارك اي بي اوفر الراديوس بتاع نفس السيركل اللي فيها هذا الارك. السيركل الصغيرة الكبيرة؟ الكبيرة اللي هو ام اي. وجدوا ان الريشيو بين اللينس بتاع الارك والراديوس بتاع السيركل الكبيرة ايكوال، نفس الريشيو تماما بين اللينس بتاع الارك بتاع السيركل الصغيرة اللي هو اي داش بي داش. تمام؟ ومين كمان؟ والراديوس بتاع نفس السيركل بتاعتي. ان هذه الريشيو لينس اوف ارك اوفر الراديوس بتاع نفس السيركل، هذه الريشيو هي اللي هنسميها ايه؟ او هنطلق عليها ايه؟ ميجر اوف ذا سنترال انجل ان راديان ميجر. وبنكتبها مختصره بالصوره الاتيه ثيتا، ونحط عليها اول ثلاث حروف من كلمه راديان، ونقولها كده ثيتا راد او ثيتا راديان. يبقى ثيتا راديان دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه بقى القوي بتاعها؟ عباره عن لينس اوف ارك. لينس اوف مين؟ ارك اوفر لينس اوف مين يا شباب؟ اوف راديوس اوف ذا سيركل. اللي نقدر نكتبها بصوره مختصره وتتحفظ بقى زي اسمك، ان ثيتا راد او ثيتا راديان ايكوال ال اوفر مين؟ ال اوفر ارك. مين ال؟ اللينس بتاع الارك. ومين الراديوس؟ الراديوس بتاع السيركل. والثيتا مين؟ ميجر اوف ذا سنتر الانجل ان راديان ميجر. ان ايه؟ راديان ميجر. من هذه الرول نقدر نستنتج اثنين لو احنا عايزين. لو الراديوس ده موجود والثيتا دي موجوده، مين يقول لي اللينس بتاع الار اجيبه ازاي؟ ثيتا تايمز. يبقى هعمل دول تايمز ار تايمز ثيتا ريدي. ده يدينا مين؟ اللينس بتاع الار. لو ميجر السنتر انجل موجود والراديوس موجود. ممكن لو انا عندي
اللينس بتاع الارك خلاص موجود والثيتا راديان موجوده وعايز اجيب الريديوس. يبقى الريديوس اجيبه ازاي؟ اعمل اللينس بتاع الارك ديفايد باي ثيتا ري لينس اوف ارك اوفر مين اوف سير ثيتا ري. يبقى دول رولز مستنتجه من الرول الاساسيه هنا ثيتا راديان ايكوال ال اوفر ار. اقدر اجيب منها ده او ده تمام. طب مين جاي هيفكر لنا كده؟ السيركل ريفرنس اوف سيركل كان ايكوال ايه؟ سيركل ريفرنس اوف سيركل ايكوال ايه القانون بتاعها؟ 2 باي ار. ركز معايا الله يرضى عليك 2 باي ار. ها الواي خلاص اللي احنا عارفينه 2 اوفر 7 او 3.1 ماشي الكلام؟ طيب في عندنا حاجه اسمها يونت سيركل. يونت سيركل النهارده هنعرف لها تعريف وقدام شويه هنزود حته كمان احنا. التعريف اللي انا عايزه النهارده قال لي ات از ا سيركل هي عباره عن ايه؟ سيركل وذ ريديوس لينث از 1 يونت. 1 يونت ايه؟ لينث. يعني ايه؟ يعني وانا شغال مثلا بقسم سيركل في الكراسه بتاعتي اليونتس المتاحه ليا اشتغل بيها في الكراسه ايه؟ ينفع اشتغل بالمتر ولا بالكيلومتر ولا بالسنتيمتر؟ بالسنتيمتر. يبقى اليونت المستخدمه هنا سنتيمتر. يبقى الراديوس في الحاجه يبقى 1 سنتيمتر. لو انا شغال مثلا على مساحه كبيره زي السبوره ممكن ارسم سيركل الراديوس بتاعها 1 متر مثلا. لو شغال على اكبر ممكن خلاص زي مثلا السيركل بتاع ارض الملعب ملعب كره القدم مثلا الراديوس هنا ايه؟ اكيد بالمتر صح ولا لا؟ عشان هنا المساحه كبيره. فعموما 1 يونت لينس يعني ريدس باختصار ب 1 يونت. تمام؟ ايه اللي انا عايزه؟ عايز الاتي. ركز بقى معايا شويه بعد هذه الفكره. لو دي سيركل وده السنتر بتاعي وده اسمه ايه؟ ديام اي بي والسنتر قلنا اسمه ايه؟ لو ريدس ده 1 يونت مين ده هيقول؟ اللينس بتاع الارك ده لا عندي هنا بس مش عادي السيركل كلها اللينس مش الميجر في فرق بين لينس وميجر. السيركل كلها قلنا السيركل فرنس بتاعها كام؟ يبقى ده لوحده هيبقى باي ار نصها مش كده ولا ايه؟ السيركل كلها 2 باي ار يبقى ده لوحده باي ايه؟ باي ار. طب لو الريدس ب 1 يبقى ده ايكوال ايه؟ باي 5. لو الريدس بايه؟ ب 1 1 يونت يبقى 1 تايمز باي ايكوال مين؟ ايكوال مين؟ باي. صلى على النبي. طب ميجر السنتر الانجل هنا ميجر السنتر الانجل ايكوال وات ديجريز؟ 180 ديجريز. من هنا استنتجوا علاقه ايه هي؟ ان ميجر السنتر الانجل ان راديان قلنا ايكوال ال خلاص اوفر مين؟ الار. الار قلنا بكام؟ انت معاك كام؟ ب 1. يبقى ميجر هنا السنتر انجل ايكوال باي في الحاله دي. وقالوا لنا من هنا ان الباي ان راديان ميجر السنتر انجل ان راديان اللي هو باي ايكوفالنت كام ديجريز هنا؟ 180 ديجريز. يبقى هنا ميجر السنتر انجل ان راديان. انا لما الاقي سؤال عندي ورمز الباي ده مكتوب في السؤال افهم ان ده راديان ميجر. لو عايز احولها الى ديجري ميجر اشيل الباي واحط مكانها كام؟ 180. من هنا استنتجوا بقى علاقه. قالوا طيب لو انا عندي جزء بقى عندي حته انجل صغيره او اي انجل خلاص سنتر انجل عموما عايز اجيب الميجر بتاعها هل نقدر نستنتج الميجر بتاعها من هذه العلاقه؟ ان ميجر السنتر انجل ان ديجريز اوفر ميجر السنتر انجل ان راديان. الكتاب بيكتب دي اكس بيعمل دي ثيتا ودي اكس احنا خليهم الاثنين كده ثيتا وثيتا يبقى ثيتا ديجريز اوفر ثيتا ايه؟ راديان. ميجر السنتر الانجل ان ديجريز 180 بصفه عامه والميجر السنتر انجل ان ريدي قلنا ايكوال مين؟ ايكوال الباي. هذه العلاقه نقدر من خلالها نحول الميجر من ديجريز الى ريديان او العكس من ريديان الى مين؟ الى ديجريز. يعني من هذه العلاقه نقدر نستنتج حاجتين. مين جدع يقول لي لو الريديان ده موجود وعايز اجيب الديجري اجيبه ازاي؟ كروس مالتيبليكيشن يبقى 180 تايمز باي تايمز ثيتا ريديان اوفر ده يدينا ثيتا ديجريز ميجر السنتر انجل ان ديجريز 180 تايمز ثيتا راديان اوفر مين باي
طب لو عايز اجيب العكس، لو لقيت ان دي موجوده وعايز اجيب الديجري ميجر خلاص دي قلناها اسم جبناها خلاص. لو عايز بقى اجيب العكس سيتا ريجنز يبقى سيتا ريجنز تايمز اوفر مين 100 ده يدينا سيتا ان ريديان، يبقى سيتا ريديان ايكوال ها ومره ثانيه سيتا ريجنز تايمز باي اوفر مين اسنس اوفر 180. يبقى انا عندي هنا خلوين مش عندي غيرهم في حصتنا النهارده. ازاي اجيب ميجر السنتر انجل ان ريديان؟ يعني لما يجيب لي سؤال كده يقول لي خلاص ان اف ذا لينث اف ذا لينث اوف ان ار از مثلا 10 سنتيمتر ان ا سيركل اوف ريديوس وليكن 5 سنتيمتر قال لي فايند ذا ميجر فايند ذا ميجر اوف ذا سب تندد سنترال انجل سنترال ايه؟ انجل ان ديجري اند ان ريديان او ان ريديان اند كمان ان ديجري. عايز اجيب الاثنين الديجري ميجر والريديان ايه؟ والريديان ميجر. طب اعمل ايه؟ اول حاجه لازم افهم ايه الحاجات اللي موجوده عندي؟ ايه الجيفن اللي عندي؟ عندي اللينس بتاع الار ايكوال 10 سنتيمتر، عندي الراديوس بتاع السيرك ايكوال 5 سنتيمتر. ايه اللي سعادتك عايزه؟ عايز الراديان ميجر سيتا راديان صح؟ وعايز كمان مين؟ الديجري ميجر سيتا ديجريز. طب مين اللي اقدر اجيبه الاول؟ الراديان ولا الديجري؟ طالما اللينس بتاع الارك موجود والراديوس موجود يبقى حاول اجيب السيتا راديان من هذا القانون، يبقى سيتا راديان. قلنا قانون ال اوفر ار صح؟ يعني 10 اوفر 5 يعني ايكوال 2. واليونت بتاعها هكتبها ايه بقى؟ سنتيمتر ولا متر ولا ديجري ولا ايه بالظبط؟ لا اسمها ايه؟ سيتا ايه بتكتب 2 راديان بهذا الشكل. خلاص؟ دي اليونت بتاعها اسمها 2 ايه؟ 2 راديان. طب اجيب السيتا ديجريز منين بقى؟ جبنا السيتا راديان. ازاي نجيب السيتا ديجريز؟ ها؟ مين يقول؟ اهو القانون اهو. خلاص؟ اللي هو اصله ده. تمام يبقى سيتا ديجريز ايكوال قلنا سيتا راديان تايمز 180 اوفر باي او 100 تايمز يعني هي تمام 100 تايمز سيتا راديان اوفر نعوض تعويض مباشر. السيتا راديان بكام؟ 2 تايمز كام؟ اوفر مين؟ الباي. حد هيسال هي الباي هنا هنعوض عنها بقد ايه؟ هل اعوض عنها ب 180؟ لا. امتى اعوض عنها ب عشان هنا بيحصل في لبسه عند بعض الناس. امتى اعوض عنها ب 180؟ لو الباي موجوده في الميجر ان ريديان. لو الباي ايه؟ موجوده في الميجر ان ريديان وهندي عليها اكزامبل دلوقتي. انما الباي هنا المقصود بها اللي هي الواي اللي عليها الحسب. الباي الموجوده على الاله اللي هي 3.14 او 2 اوفر ايه؟ اوفر 7. انا هكتب ده على الحسب هتطلعها لي الانسر. حد يشوفها لي كده كام بسرعه كده. طبعا هتطلع الانسر ديسيمالز. انت بتحولها الى ديجريز ومينس وايه؟ وسكندز لان ده ديجري ايه؟ ديجري ميجر او ممكن تبقى عادي اسم بس الافضل دائما انك تبقى عارفين ديجريز ومينس وايه؟ وسكندز. هتحسبها كام؟ كام يا محمد؟ محمد واحد بس بس طب لو حد عايز يسيبوه عشان هنمسك نقول سؤالين كمان بسرعه 114 35 مينت 29.61 خلاص. او ممكن اعملها سيرت على طول. طيب سؤال تاني كده عشان نفهم نعمل ايه. اما يقول لي سؤال كالاتي يقول لي سنترال اند عندنا ايه؟ سنترال اند ركز معايا اوف ميجر 60 ديجريز. بيقول لنا ا سنترال انجل اوف ميجر 60 ديجريز تمام سب تندد ان ارك اوف لينث وليكن 20 سنتيم. قال لي فايند حاجتين. الحاجه الاولى ميجر خلاص اوف ذا سنترال انجل ان
راديان. الحاجه الثانيه عايز لينس اوف مين بقى؟ اوف راديوس. عايز كمان الراديوس بتاع السيركل. طيب عايز حد يرجع يقول لي ايه الجيفن اللي عندي؟ ايه البيانات اللي عندي؟ اللي انا اقدر استخدمها؟ عندنا حاجتين سيدا ديجريز موجوده بي 6 ومين كمان؟ اللينس بتاع الارك ايكوال 20. امال ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز الثيتا ان راديان صح؟ مش موجوده. وعايز مين كمان؟ الراديوس مش موجود. طب عايز حد كده يقول اجيب مين اولا؟ الثيتا ريدن ولا الراديوس؟ الثيتا ريدن. من هنا من هذا القانون اه. يبقى ثيتا ريدن على طول ايكوال. مين يمارين القانون كده؟ احنا هنسيبه. لا انا عايز القانون الاول. ها ثيتا مين؟ ديجري ساينس مين؟ بار صح اوفر 180 يعني ايكوال. الثيتا ريكريز عندنا 60 تايمز مين؟ بار اوفر 180 تمام؟ لو سعادتك معاك اله حاسبه وكتبت ده على الاله الحاسبه ده ثيتا ايه؟ ها راديان. ركز معايا في الكلام اللي بقوله ثيتا ايه؟ لو كتبت ده على الاله الحاسبه هتطلع 1 اوفر 3 بار او باي اوفر 3 ها صح ولا لا؟ ودي هنا ده اسمه راديان ميجر اسمه تاني ودي كده اسمها كده ان ترمز اوف بار. ان ترمز اوف ايه؟ يعني الراجل كده ممكن في الكتاب يقول لك كده فايند ان ترمز اوف بار ذا راديان ميجر. فايند ايه تاني؟ ان ترمز اوف بار ذا راديان ميجر اوف كذا كذا. يبقى حاسبها بهذا الشكل. اكتبها بهذا الايه؟ لو عايزها ايه تاني؟ ان ترمز اوف ها؟ ان ترمز اوف مين؟ مش سامع. ان ترمز اوف بار. طب لو ما حددش ان ترمز اوف بار هحولها الى ديسي. هدوس على المفتاح بتاع الاله الحاسبه اللي هو اس دي. هيطلعها لي ايه؟ 1 بوينت وليس 1 ديجري بقى. هكتبها 1 بوينت زي ما هي عندك الاله الحاسبه. من هي تاني بعد اذنك؟ 1.04 7.1 وهكذا. هنعمل لها ابروكسيميشن ونكتب عليها كلمه راديان اهي. يبقى ده الميجر ان راديان وده ايضا ان راديان. بس اللي فوق ده اسمه ايه؟ ان ترمز اوف مين؟ اوف بار. لاحظ بقى العكس اللي قلته من شويه. لو الراجل جاب لك ميجر لسنترال انجل زي كده هنحل على السؤال ده نكمله. بس لو جاب لك انجل كده قال لك عندنا سؤال بقول لي اف ذا ميجر اوف ا سنترال انجل از كام يا استاذه؟ وليكن باي اوفر 2 ويز راديوس مثلا وليكن 5 سنتيم. قال لي فاين اتس ديجري ميجر اند كمان اتس ايه او ذا لينس ذا لينس اوف مين سبتندد ارك لينس اوف مين سبتندد ارك. ده سؤال تاني عشان عايز بس اوصل لك معلومه. سبتندد ايه ارك هو هنا ايه اللي عندنا؟ برضه بص كده في الجبن ايه اللي عندنا؟ عندنا ثيتا ايه؟ ها؟ ده ايه؟ ها؟ طالما الباي موجوده يبقى ده راديان. يبقى ده ايه؟ راديان. حتى انا طالب منك فايند مين؟ ديجري. يبقى عايز الديجري. مدينا مين كمان؟ اللينس بتاع الراديوس بايه؟ بي 5. والراجل عايز حاجتين. عايز الديجري ميجر وعايز مين كمان؟ اللينس بتاع. طب انا عايز الحته دي بس. ده مين يا شباب؟ الراديان ميجر. ازاي اجيب الثيتا ديجري؟ قانون مين فاكره؟ قلنا ثيتا مين؟ ثيتا ريدي صح تايمز 180 اوفر. طب تيجي نحوط كده الثيتا ريدي بكام؟ باي اوفر 2 تايمز 180 اوفر مين باي؟ مين جدع يعرف يعمل لي سمبل استفور هنا؟ الجدع الباي هتكنسل مع الباي. خلاص هتبقى هنا 1 اوفر 2 هاف. دي هاف يا باشمهندس 1 اوفر 2 يبقى كانها هاف تايمز 108 ايكوال مين؟ انا في غنى في الحاله دي بقى لما الاقي باي موجوده في الراديان ميجر مش لازم اعمل ده. امال اعمل ايه على طول يا استاذ؟ الكلام اللي احنا قلناه من شويه ان الباي ان راديان باي ان ايكوال كام ان ديجري؟ الباي ان راديان باي ان راديان ايكوال كام ان ديجريز؟ مش سامع 180. يبقى انا ممكن مباشره لما الاقي الباي موجوده
في الراديان ميجر، شيل وحط مكانه 100 على طول، يبقى 6 ديجريز في الحاله دي هتبقى هنا قلنا باي اوفر 2، هشيل الميه وخليها 100 اوفر 2، هتطلع الانسر كام؟ 90 مباشره. يبقى لما الاقي عندي راديان ميجر، راديان ايه؟ ميجر يحتوي على باي، وعايز اجيب الديجري ميجر بتاعها هشيل باي واحط مكانه 100 ايه؟ 80. نفس الحكايه هنا في السؤال ده، هطلع الانسر هنا كام؟ فهسيرت ايه؟ الانجل كانت بكام اصلا؟ هشيل الباي كده احط مكانها 180، 30 تايمز 180 هتطلع 6. يبقى لما الاقي عندي باختصار كلام اللي عايز اقوله في القصه دي، لما تلاقي عندك باي موجوده والراديان ميجر الموجود اللي هو فيه ان تيرمز ان باي، فانا هشيل الباي واحط مكانها 180. تعالى نرجع نكمل السؤال ده ونرجع نكمل حته السؤال. هنا السؤال ده كان ضارب مننا حاجتين، الحاجه الاولى راديان ميجر جبناها بهذا الشكل، سواء كده او كده الاثنين ماشي. عايز كمان اجيب الريديوس، مين جاي يقول لي اجيب الريديوس منين؟ انا مسحت القانون كلها. مين جاي يقول لي اجيب الريديوس منين؟ مين ده؟ اهو هو ده القانون اهو. ثيتا ريديان ايكوال ال اوفر اشتغل على ده، حفظت الجزء الثاني اللي احنا اشتقيناه منه استنتجناه منه ماشي. الريديوس هيبقى مين يا عم هنا؟ ده اوفر ده. بدك دي مكان مين؟ يبقى اللينس بتاع الريديوس في الحاله دي ايكوال ال اوفر ثيتا ريديان. ال ال عندي ساعتها بكام؟ قلنا 20. اعملها ديفايد او اوفر. ديفايد 1 0 او 1.047 او اعمل 20 ديفايد باي اوفر 3. الاثنين ماشي صح. هتطلع الانسر واعمل لها ابروكسيميشن تو نيرست سنتيمتر او اي حاجه. هنا تقريبا هو عايز برضه هنا مين العكس بقى؟ عايز مين؟ اللينس بتاع مين؟ ها انت معايا اللينس بتاع مين؟ الار. اللينس بتاع مين؟ ها برضه هيجي من نفس القانون. اللينس بتاع الارك عباره عن ايه؟ هيبقى ليها تايمز ده ار في تريد او في تريد تايمز ار. يبقى اللينس بتاع الار ايكوال ار تايمز سي تريديان. الار عندنا في السؤال ب 5 والسي تريديان هو مديها لنا بباي اوفر 2. خلاص اشتغل واحسب هذا الكلام باستخدام الاله الحاسبه مش بايدك بقى. هنا عندي سؤال بقى يلخبط ناس كتير وحياه ربنا. اللينس بتاع الارك 5 اوفر 2 باي ده مين؟ ها مين؟ لينس لينس ها؟ هل اشيل الباي واحط مكانه 100 ديتي؟ لا خلاص لان ده لينس مش هحولها الى ديجري ميجر عشان ما انتوش. ده لينس للارك. طب هشتغل بالباي اللي على الاله الحاسبه اللي هي قلت قيمتها كام مره ثانيه؟ 3.1 4 او مين 20 اوفر 6 او ريح دماغ واكتبها للاله الحاسبه وخلاص. 5 اوفر 2 تايمز الباي الموجوده على الاله الحاسبه هتحسب لي هذا الايه؟ اللينس. كام حد حسبها لنا كده؟ ده كام؟ بسرعه 7.85 اجين 7.85 خلاص حلو كده. يبقى كده اللينس بتاع الار في هذه الحاله 7.85. عندي سؤال ليكم انتوا بقى، انا خلصت.